عندنا النهارده صينيه بطاطس بالكفته. عندي بطاطس ولحمه مفرومه وزبده او سمنه وبصل وتوم وليمون طماطم ملح وفلفل وزعتر وكرفس وجزر وكرات وحاجات حلوه يعني تشجعك انك تشتغل. بس انا مش عارف ازاي يعني. المهم ما علينا. انا بقى اوجع دماغه بالمكنه. بهارات وشويه زعتر حاجه يعني يا جماعه. امال في رمضان بقى ان شاء الله. نعم بالسماء. ده احنا هنصوم بقى عن كل حاجه. يا والله العظيم حاجه تنقل. اللي غيظك ان ابراهيم عز يقول لي ايه يعني ب 40 جنيه ما انا جايب 3 كيلو امبارح عشان تبقى في رمضان مش هلاقيها. شفت يا عم ابراهيم عز مشجع الناس على الغلط. طب اهم حاجه ان احنا نصلي على النبي وربنا يسترها معانا. نصلي على النبي وربنا يسترها معانا. كده انا بعمل الكفته بتاعتي. وادي شويه ملح وادي شويه فلفل. نعم يا بن يا عم محمد اسم محمد يا سيد عم محمد. الو شكرا يا محمد. اشكرك يا محمد. طيب نريح شويه المكنه. دينا يا ست دينا. ازي حضرتك؟ صباح الهنا عليك يا ست دينا. حضرتك عامل ايه؟ في نعمه يا بنتي والله. ايه الحاجات الجميله دي؟ الله يبارك فيك يا بنتي واشكرك على المجامله الحلوه. انا كنت بسلم على حضرتك. صباح الهنا على عيونك يا حبيبتي. صباح الهنا والورد. شكرا ليك يا حبيبتي. شكرا يا دينا. طب كده نقطع البطاطس بتاعتي على ما اريح المكنه لان المكنه مش عايز اضغط عليها جامد عشان ايه؟ تشتغل معايا. دي البطاطس بتاعتي. صلى على الحبيب. طيب كده هنا. طيب كفاية كده عليا هنا عشان المكنة حرنت مش عايزة تكمل شغل. نجيب بقى الكفتة بتاعتنا دي اهي اللي طحناها. نصلي على الحبيب طبعا اهم حاجه عندي. نعمل كور كده اهو.
ادي واحد كده. بيقول لي انا قايل لك كفته مش همبرجر. قلت له انت عايز مني لحمه وبس، مالكش دعوه بقى بهمبرجر ولا بكفته ولا بحبازنا مبازاد عبد العزيز. اهو هو اكل ولا بحلقه؟ صلى على الحبيب. ادي البطاطس اللي انا قلتها ثلاث اربع سوا اهي. يا ست امل. يا شيف عامل ايه؟ صباح الهنا عليك يا بنتي. صباح العسل عليك. صباح النور على عيونك يا حبيبتي. اتفضلي سؤال حضرتك يا فندم. عايزه طريقه عمل بلح الشام. خدامك يا فندم، خدامك. ورقه وقلم اكتبي ورايا. اشكر سعادتك يا بنتي، اشكرك يا بنتي. كده هنا ده الصلصه بتاعتها اهي. اه يا سلام لو كنت شغال طباخ قبل كده. حبه ملح لهم وادي شويه فلفل كده. نطلع كده من على النار. نحبة صلصه الاول. النهارده عليا النعم، نعمه ربنا، الطاجن ده او الصينيه دي تاخد جائزه موبل للطبخ. عايزين نصلي على النبي كتير عشان ربنا يكرمنا. ست ميار. يا ست ميار يا ست. اشكرك يا بنتي. بيقول لي ده انت عرفت تطبخ اهو. شكرا يا باشا، اشكرك. الله، انت عايز تاكل من الساندوتش؟ نعمل لك شويه للساندوتش يا معلمي. وادي كمان شويه صلصه اهو. مش بقول لكم النهارده يوم جميل؟ مش مصدقني؟ عايزين ناكل ونستمتع ونحس ان احنا بنعمل حاجه حلوه. يا عم هعمله لك برضه بالصلصه، ما تقلقش. انا اقدر ازعلك يا باشا؟ ده انت غالي حدايا.
غالي عليا غالي عليا. استنى بس اديك ايه النفحه الاخيره دي.